سماحة المفتي، مصر دولة تتعامل مع كل الأديان والحضارات، بلد الأزهر الشريف أحد أهم القلاع الرئيسية في نشر تعليم الدين الإسلامي السمحة، كيف تنظرون في بلدكم إلى مصر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا في صربيا يعني بنحب مصر لأن مصر أولا مذكورة في القرآن مرتين، وهناك البلد الأزهر، أزهر الشريف اللي هو أكتر من 1000 سنة الجماعة اللي انتشرت في العالم كله وحافظت على ديننا الإسلام في كل الأماكن في العالم، ولذلك نحن نعرف عن مصر حاجات كثيرة ونحب مصر من جذورنا. وهناك الفرصة جميلة النهاردة أنه نظم لنا المحافظ الكريم خالد فودة، الله يدي له كل توفيق، نظم النهاردة أن نعمل علاقة بين المدنين، يعني نيش وشرم الشيخ. نيش وشرم الشيخ، ولكن هي المسألة أكبر من نيش وشرم الشيخ، هي مسألة بين مصر والصربية، وهناك العلاقات قوية من في التاريخ، يعني بكل تأكيد من وقت التيتو والجمال عبد الناصر، والحمد لله، ويعني الأحساس لمصر في صربيا كبير، يعني جميل عظيم. كيف هو التعاون ما بين مصر وصربيا، وتحديدا الاستفادة من دار الإفتاء المصرية في تدريب الأئمة في صربيا؟ هي يعني مسألة الكبيرة دلوقتي وأهم، يعني مهمة جدا، أنه لازم نقوي علاقاتنا أكتر وأكتر، لأنه قدامنا تشالنجز، ها، تحديات كبيرة جاءت من بعد الانترنت، مفتيين اللي مش باينين، اللي عايشين في البدروم، الفتاوى الإلكترونية من غير أهل التخصص، من غير أيوه. وهناك مصر عملت وقامت بالواجب، ودار الإفتاء قامت بالواجب وأسست الانسترومنتس اللي ممكن تترد على التحديات هذا، ونحن لازم نتعلم، ونحن سنبعث أئمة من صربيا حتى هنا ياخدوا بعض الكورسات إن شاء الله، وأتمنى أنه نمضي بعض العقود مع الأزهر الشريف، يعني إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا سيادة، بارك الله فيكم. أنا يعني نتمنى أن مصر يكون دائما كما هي، يعني أنت والله كلكم ناس منورين، ويعني كونوا فخورين ببلدكم، بلدكم العظيمة، وربنا يحفظكم ويحفظ مصر دائما يا رب.